إذن على بركة الله وتوفيقه وحول الكريم أيها المتابع، ونتواصل بهذه الرحلات المتميزة. الشوط الثالث يسير يحمل أسماء عديدة، يحمل أشعارات متواجدة الذي تثنى من كل حذب وصوب. التوفيق للجميع، نرحب به لهذا الميدان الذي يستضيف هذه الرحلات الجميلة. نتابع إذا صدارة الشوط، ناخذ بداية الانطلاق الشاهينية على المركز الأول، يرافقها ويتابعها على المركز الأول مروان بن مران بن عبيد بن مران المنصوري، نعم يتقدم إلى صدارة الشوط من تحمل الرقم 25، وصولها جميل للغاية، بناخذها بتدريج. الذي من تحمل الرقم 20 وصل الزعفران ناصر بن بخيت بن حويرم المنصوري، هذا الشعار المتميز. بينما نعود يا للمستوى الثالث، كذلك عندك يا ابو بخيت، وصل ناصر بن بخيت بن حويرم المنصوري المركز الرابع، وصول اشعار ابو خادم قادم بقوه من يرافق هناك، وصلت من حاف سيف بن محمد بن مطر الرميث، هذا الشعار تابعته قبل قليل، حمل فيها ممتازه. اذا نعود الى بدايه الشوط، اروح به الاشعار المنصوري، اروح به الاشعار ابو بخيت الذي قاد الثلاثيه بالفعل، الذي قاد الثلاثيه بالفعل، يسيطر سيطره تامه. يا له من ابداع يا بن حويرم، يا له من ابداع يا منصوري، شد الحيل ودير البال، الكل واصل، العلوي اول هناك الكتبي واصل، من تحمل الرقم 16 قدومها جميل للغايه، وصل سعيد بن راشد ابو رويس الكتبي يتقدم الى المستوى الثالث، ولكن عوده الى الصداره، عوده الى الصداره. شوف اتابع البدايه، زعفران زعفران ما كذاق الطعم الهزيمه، ما كذاق الطعم الهزيمه، اروح يا ابن حويرم، اروح يا ابن حويرم، برويس خادم، اوب 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 اوب، وصل هناك الرميذي، وصل الرميذي في الامتار الاخيره، شوف الثلاثيه، شوف الحوار الثلاثي، بن حويرم، بن حويرم المنصوري، سلام وتحيه، شكرا يا ناصر بن بخيت بن حويرم المنصوري على ذا الاداء. هذا الزعفران قدم التعدي، اشكر عليه بانجاز المعتاد. المركز الثاني عندك يا سعيد بن راشد ابو رويس الكتبي، والمركز الثالث وصلت هناك من قبل راهيه، يرافق احمد بن مطر بن محمد الرميثي، ما شاء الله تبارك الرحمن. بناخذ التوقيت 2:18، كل التوفيق للجميع.